لو سمحت يا ابو الكباتن، قبل ما تتفرج على الحلقه التزم بقواعد المدردشين، الناس اللي بتدردش معانا. يعني اولا اكيد لازم تكون جماوي، يعني تتمرن في الجيم. ثانيا تكون عامل سبسكرايب للقناه عشان يجي لك كل الحلقات الجديده. ثالثا بقى وهي اهم حاجه، ان مودك يكون رايق وتركز معايا. تعمل لك كده واحد نسكافيه ولا كابتشينو وتشربه وانت بتتفرج حبيبي. ايه المكملات الغذائية وايه هي المنشطات او الهرمونات؟ امتى ابدأ اخد مكملات وامتى افكر اخد منشطات؟ هل المكملات الغذائية امان مفيش منها ضرر؟ هل المنشطات امان مفيش منها ضرر؟ ايه هو افضل انواع المكملات الغذائية؟ دي الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة ان شاء الله مع بعض. معاكم محمد شرب من عرف فيتنس اونلاين ودردش جيم. زي ما باين من اسمه هو مكمل غذائي، هو مكمل لنقص معين موجود في التغذية عندك. يعني مثلا انت بتتغذى على البروتينات والكربوهيدرات والدهون، وبالتالي لو في نقص في اي حاجة منهم انت بتعوضها عن طريق المكملات الغذائية. يبقى ده الهدف الاول من اي مكمل غذائي، ان انت بتعوض نقص التغذية الطبيعية عندك عن طريق المكمل الغذائي. والهدف الثاني ان انت بتكون محتاج ان القيمة الغذائية دي توصل بشكل اسرع لمجرى الدم، ان هي تشتغل في جسمك بشكل اسرع، فبالتالي بتلجأ للمكملات الغذائيه لان هضمها بيكون اسرع. بس طبعا ما بتغنيش عن التغذيه الاساسيه. الهدف الثالث من المكملات الغذائيه او الاستخدام الثالث للمكملات الغذائيه ان انت تستخدمها كمحفز ليك، زي محفزات الطاقه او مثلا حوارق الدهون. في مكملات غذائيه بتبقى غنيه بالاحماض الامينيه، في مكملات غذائيه بتبقى نسبه البروتين فيها عاليه جدا، في مكملات غذائيه بتبقى نسبه الكربوهيدرات فيها عاليه، في مكملات غذائيه للدهون الصحيه زي الاوميجا 3، في مكملات بتعوضك لنقص الفيتامينز الموجوده في جسمك تبقى مالتي فيتامينز. زي ما قلت ان في مكملات تحفيز للطاقه، وفي مكملات تحفيز للهرمونات بس بشكل طبيعي زي مكملات تحفيز التست، وفي مكملات اللي هي بتساعد على حرق الدهون او اللي هي الفات بيرنرز، في مكملات لتحفيز النمو، في مكملات اللي هي بتساعد على الاستشفاء او ان هي بتساعد على تقويه العظام او بتخليك ان انت تعالج مشاكل المفاصل. في انواع كتير قوي للمكملات واستخدامات كتير قوي، لو اتكلمنا عنها كلها مش هنخلص النهارده. الناس اللي اول مره تتعامل في مجال المكملات الغذائيه او تتعامل في مجال كمال الاجسام عامه، انا هوريك مثال للمكمل الغذائي باودر اللي هو بشكل بودره. ده منتج اسمه واي بروتين، طبعا يمكن ناس كتير قوي عنكم عارفاه. زي ما احنا شايفين دي حاجه بتبقى اسمها سكوب. السكوب ده هو المعيار، بتلاقيه جوه كل علبه خاصه بالباودر. طبعا الباودر ساعات بيبقى مغطي السكوب ده جوه، يعني بتشتري منتج جديد ساعات بتيجي شكاوي كتير تقول لك انا مش لاقي السكوب جوه العلبه. لا بيبقى موجود، بس حاول انت تجيب معلقه طويله او حاجه وتدور عليه جوه هتلاقيه، بيبقى ممكن تحت خالص. طبعا زي ما احنا شايفين ده شكل الباودر، او بتبقى فيه منتجات عباره عن تابلتس او حبوب تبقى زي الاوبتيمن دوت، ده مالتي فيتامينز. طبعا اي حد لسه داخل الجيم جديد اول حاجه بيفكر فيها انا اخد المكمل دوت ولا المكمل ده. تلاقي واحد بيقول انا شفت فلان الفلاني اول ما خد سوريوس ماس بقى حاجه بسم الله ما شاء الله وحش. يعني عشان خاطر الفلوس اللي تصرفها ما تصرفهاش في حاجه تضيع عليك، او تصرفها في حاجه مفيده تقدر تستفاد بيها صح. اولا السيريس ماس او الواي بروتين او اي مكمل عامه لا ينصح بالبدء في تناول المكملات الا بعد مرور 3 شهور من التمرين المستمر. يعني لو انت لسه مبتدئ اصبر على نفسك ان انت تتمرن في الجيم 3 شهور تمرين متواصل، بحيث ان يبدا جسمك يستجيب للاوزان وتبدا تشوف نتيجه بشكل طبيعي. ساعتها اقدر اقول لك ممكن تبدا في المكملات الغذائيه. ثانيا لو انت اقل من 18 سنه انا ما انصحكش ابدا ان انت تبدا في تناول المكملات الغذائيه دلوقتي. بدءا من سن 13 14 سنه جسمك طبيعيا في اعلى مستويات البناء. طبيعي انت جينات جسمك في الوقت دوت ممكن تبني الهرم. مجرد اهتمامك بالتغذيه والنوم والتمرين الصحيح انت هنا ممكن توصل لمستوى كويس جدا بدون ما تاخد مكملات. بالإضافة لأن أغلب المكملات بيكون مكتوب عليها تعليمات الاستخدام بأعمار محددة أو لأعمار معينة. قولا واحدا نعم المكملات آمنة مفيش فيها أي أضرار، بس بشرط واحد إن أنت تلتزم بالجرعات المحددة زي ما هي موصوفة ليك من خلال المدرب بتاعك أو من خلال التعليمات المكتوبة على المنتج. هتلاقي مكتوب على كل منتج من ورا الطريقة الأفضل والأمثل لتناول هذا المنتج، اللي لو أنت استمريت عليها أو اتبعتها مش هيبقى فيه أي مشكلة خالص. مفيش
مفيش حاجة اسمها أفضل أنواع المكملات، ولكن في حاجة اسمها أنت هدفك إيه؟ أو إيه هو اللي محتاجه جسمك؟ لكن لو كان القرار مثلا إن أنت محتاج مكمل بروتيني، فأنت بتسأل إيه هي أفضل الشركات اللي بتنتج المكملات البروتينية؟ وخلي بالك إن أنت مينفعش تقارن مثلا الواي بروتين بالسيريس ماس، لأن ده حاجة وده حاجة تانية خالص، مع إن الاتنين منتج بروتيني. سيريس ماس طبعا دايما بنوصفه للناس اللي هي عايزة تزود وزنها، أو إن هي في خلال فترة البالكينج أو فترة اكتساب الوزن، لان هو طبعا بيبقى فيه سعرات حرارية عالية بعكس الواي بروتين. زائد بالاضافة طبعا ان السعر مختلف والمكونات مختلفة، وبالتالي النتيجة كمان هتكون مختلفة. فانت هتسأل المدرب او المختص اللي انت بتتابع معاه حسب بيانات جسمك، حسب طولك، حسب وزنك، حسب نسبة الدهون عندك، وهو اللي هيقرر لك ايه هو المكمل الانسب ليك.